اليوم الشرطة توضح ملابسات حادثة أطفال الدروشاب وتلقي القبض على نظاميين. أوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء الشرطة الدكتور هاشم علي عبد الرحيم بأن حادث دهس أطفال الدروشاب الذي وقع مساء الثلاثاء بمنطقة الدروشاب ببحري نتيجة اصطدام عربة عسكرية تتبع للقوات المسلحة بعمود كهربائي ومن ثم انحرافها إلى داخل المنزل عبر الحائط ودهس طفل توفي في الحال، فيما توفي شقيقه متأثرا بجروح في الصدر بعد نقله للمستشفى. وأكد اللواء هاشم علي أن إلقاء القبض على الجناب بقسم مرور بحري ومن ثم تسليمهم لإدارتهم العسكرية تمهيدا لمحاكمتهم وفق قانون الطوارئ، مضيفا بأن الحادث فردي لا علاقة له بالاحتجاجات وهو حادث مروري فقط ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية. وترحم الناطق الرسمي عليهما وسأل الله أن يجعلهما سلفا لوالديهم، نسأل لهم الرحمة والمغفرة. سعادة اللواء، تعليقك على هذا الخبر. رحمة الله عليهما، قدر في النهاية إذا جاء الأجل يعني لا يستأخر ساعة ولا يتقدم يعني، ونحن نثق في رواية الشرطة ما في ذلك شك أصلا يعني. لكن في جهات عندها رغبة ورغبة جامحة إنها توظف أي حادثة من حوادث الليل والنهار وتعلقها في ذمة الحكومة وتجرمها وتظهر الحكومة دي كأنما هم يعني مرافعين ضباع يعني ما عندهم إنسانية ولا عندهم أخلاق ومتربصين بالشعب يقتلوا أطفاله ويستحيوا نساء وما ممكن طبعا يعني الحكومة دي ما هي حكومتك انت ذات والشعب ده ما هو شعبك انت يعني. وده حادث مروري زي ما تفضلت الشرطة يعني ما في زول عنده رغبة في انه يقتل له زول يدهسه بعربية ولا في ظرف بتاع تظاهر ولا في ظرف بتاع اشتباك ولا في ظرف بتاع اي حاجة. فرحمة الله عليهم وان شاء الله ربنا يربط على قلوب اهلهم ويعوضهم ان شاء الله تعالى خير ويجعلوا اليوم سلفا في الجنة ان شاء الله. استاذ الرحاب، ما هو تعليقه؟ ودي برضو من حسنة الطوارئ انه التعامل السريع ببيان من الشرطة منضبط جدا، انه الان وصفت الحادث وتسليم الذين يعني قاموا بالحادث ومن ثم تسليمهم الى وحداتهم العسكرية والجهة المسؤولة منهم، لانه هذه قوانين الأجهزة النظامية يعني الذي يخطي يعني هناك محاكم تشكل في سواء في الجيش لمن يخرج عن القانون وفي الأمن وفي الشرطة. هذه يعني كنا نحتاجها يعني أيام التظاهرات، أيام التظاهرات كثير من لا نعرف يعني نقرأ في الواتساب أن هناك من قتل ولكن لا تجد ردا عاجلا وواضحا وشافيا، حتى أن الإشاعات كانت تطغى على الحقائق بكثير. هذه يعني في ظني أنها أولى ثمار التعامل بهذا البيان المنضبط، دي مقدمة لأنه أي خطأ يبرز أي حاجة تحصل نتيجة لإبراز التحول الجديد يجب أن تعامل بمثل هذه المعاملة التي عاملت بها الشرطة. يعني ذكرت أن الإشاعات تطغى على الحقائق، هل هذا متوقع الآن بعد إعلان الطوارئ؟ إذا تعام في كل مؤسسة من المؤسسات، والأمر ده كله يعني متروك لأجهزة نظامية ونيابات، كل أجهزة قضائية ونيابية وشرطية وأمنية والجيش كلها، إذا تعاملت بذات الانضباط المعروف عنها أولا، وإذا تعاملت بذات الطريقة أنه ستقل الإشاعة في هذا الوقت، لأن الإشاعة غلت حينما غابت الحقيقة. ساعتك ماذا تعلق على يعني هذه نقطة جوهرية، أنه في الفترة الماضية كانت الإشاعات تطغى على الحقائق كما تفضل الأستاذ رحاب، في هذه المرحلة في ظل قانون الطوارئ ماذا تتوقع؟ وفي الأداء الإعلامي بشكل عام في الحرب الدعائية، الحرب النفسية، العمليات، الحرب الدعائية السوداء، وفي ناس أساسا يمتهنوا هذا العمل وعندهم قدرة على الوصول للنفس البشرية والتأثير عليها بمقدار يعني أنه يملؤوها هم أو غم أو فزع أو فرح أو اضطراب أو كذا، فبيقدروا يحفزوا هذه النفس بهذه المحفزات المقصودة يعني من خلال أداء إعلامي وضرب راتب على بعض النقاط يعني سيء، خاصة إذا كان هناك غياب للمعلومة زي ما قال أستاذ رحاب.
فلذلك الإعلام والحكومة يعني سواء بالفضائيات أو باللقاءات المفتوحة بالمناظرات بالإعلام الورقي بشكله العام حتى الإعلام الإلكتروني تكون حاضرة بالحقيقة. فكل ما احتلت الحقيقة موقع تضاءلت الهوامش اللي بيشتغل فيها أولئك الداعين للفتنة يعني. نعم.